ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم على توقعات الاسبوع الثالث لشهر يوليو لعام 2020 لاصحاب برج الجوزاء. برج الجوزاء عندنا اسبوع رائع جدا، اسبوع متميز جدا، اسبوع مفيش احلى من كده. هو هيكون عندنا الاسبوع ده فيه كتير من الايجابيات وبعض النصايح. هقول النصايح في وسط الموضوع، بس نخلي بالنا كتير جدا من اللي انا هقوله. برج الجوزاء هيكون عندك استشفاء من موضوع مهم، موضوع يمكن كان معصبك، كان منرفزك، كنت مش عارف حل ليه، كنت محتار كتير فيه، يمكن كمان كنت متعرض للشماتة، يعني اشخاص بتشمت فيك عشان خاطر الموضوع ده، او اشخاص قالت انها تساعدك وشالت ايدها من الموضوع. الاسبوع الثالث هو حل نهائي للموضوع ده. الحل ده هيجي لك بسبب تكتيكك، بسبب ذكائك، لان هيكون عندك وعي قوي، ادراك قوي، عينك مفتحه للامور اللي بتحصل حواليك. هتكون قادر على استغلال المواقف لصالحك، هتكون قادر على قلب الموازين لصالحك، وده الايجابيه بعينها. هيكون عندك قد ايه من الدبلوماسيه والكلام الحلو قوي، هتكون عارف تتكلم، يعني لو عندك يعني هتقف على مسرح تتكلم، هيكون عندك ندوة معينة، عندك حاجة ليها علاقة بالبيع والشراء، هيكون عندك قد ايه من التميز، لان هيكون عندك قدرة قوية على الاقناع، هيكون عندك قدرة قوية على الاقناع. لا وايه، وان كتير يجي في صفك، فده شيء من التميز الايجابي اللي هيقابل برج الجوزاء. برج الجوزاء عايزاكم تكونوا ايجابيين جدا جدا، عايزاكم تكونوا واعيين لكل الحاجات اللي بتحصل بزيادة. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا هيكون عندنا وعي، ذكاء، قوة، حب للنجاح بشكل قوي، فهيكون عندك انبهار بذاتك جدا، فهتقدر تستغل ده. لكن بعض الاشخاص اللي عندهم المشاكل اللي حصلت في الماضي اللي مأثرة عليهم، اللي ليها علاقة بوضع عاطفي او امور عائلية، الامور العائلية اللي من الدرجة الاولى ده اللي هيكون مأثر عليك كتير. احذر، احذر جدا جدا، لان هيكون عندك قلق، هيسبب لك حيرة، هيسبب لك انك مش هتكون بالذكاء القوي لانك تستغل الامور لصالحك وقلب الموازين لصالحك. فخلي بالك جدا، اي حاجة من الحاجات دي ابعد عن المشاكل، ابعد عن الضغوط دي، لازم ان احنا نشوف مصلحتنا. يوم يا برج الجوزاء لما تشوف او تبدأ تبص لمصلحتك وتبقى حاجة كبيرة وتزدهر بشكل قوي، كل ما شخص وقف قدامك وعندك ووقف ضدك او ظلمك او جرحك بكلام، هيكون بيتمنى قربك. استغله ده، لان احنا لو ما استغلناش الاسبوع ده هنندم كتير جدا جدا. اسبوع ممكن يكون فيه يومين بالنسبة لنا صعبين شوية، اللي ممكن تشتد فيهم الخلافات العائلية، اللي ممكن يبقى فيه عندنا بعض التوتر شوية، ولكن هيعدي الموضوع ده لو احنا حطينا في دماغنا الايجابية واستغلينا ان احنا التوتر او الشخص اللي عايزنا نتوتر او بيحاول ينرفزنا ليه الضد، لو احنا عاندنا في الموضوع، بمعنى ان احنا نستغل ده ان هو دافع لينا، يدفعنا للامام. هقول لكم على حاجة انا بعملها، يعني كنصيحة شخصية مني ليكم، وعلى فكرة 3/4 الجوزائيين بيعملوا بالنصيحة دي، بس انا هقولها عشان في جزئية اللي هم لسه سننا صغير، هيكون عندنا لسه عدم ادراك للدنيا. وانا بيتابعني كتير جدا او مراحل سن مختلفة، فيهمني كتير تسمعوا النقطة دي، ان انتوا تستغلوا اي حد بيحاول يتنمر عليكم، بيحاول يضغط عليكم، بيحاول ان هو يفشلكم او ان هو يضغط عليكم ان انتوا هتفشلوا، او اللي هو بيكرهكم، بيحقد عليكم، ايا كان، استغل ده كدافع ليا. اللي هو تحط في دماغك انك اقوى من كده، ان انت تحاول انك تثبت لي وتثبت لنفسك وتثبت للدنيا ان انت انجح واحسن وافضل انسان في الدنيا دي. حارب عشان هدفك، فحاول انك تعمل ده. الاسبوع ده هيدعمك كتير انك تعمل كده. اسبوع جيد جدا، والفترة اللي جاية كتير من حياتنا هتكون جيدة، على الرغم ان ممكن يكون يقابلنا بعض التقلبات، ولكن التقلبات دي نحاول ان هي نخليها ما تأثرش في نفسيتنا، لان دي حياة اكيد فيها تقلبات، اكيد مش هتبقى كلها بامبي، اكيد فيها بعض الحاجات الرمادية، فنحاول ان احنا نتجنب شوية السلبيات ونخلينا في الايجابيات اكتر، نلهي نفسنا. برج الجوزاء هيكون عندك كمان في خلال الاسبوع ده، من خلال الوضع المهني، اسم بيكبر، او انك هتكون من اصحاب الفكرة الجيدة، هيكون عندك تطوير لمشروعك، خاصة الناس اصحاب المشاريع الخاصة، هيكون عندك تطوير لمشروعك، بناية اسم قوي في السمعة او تحقيق لسمعة طيبة، هيكون عندك افتخار بذاتك جدا. كان عندك مشكلة في الوضع المهني،
خاصة الناس اللي ليها أعمال خاصة كان عندكم مشكلة، ولكن المشكلة دي بتتحل وبتتحل بشكل إيجابي جدا جدا جدا. الآخرين بيبصوا اللي هو إيه ده، حلها إزاي دي، ده أنت حصل، فعارفين أنتوا الحاجات دي، فده موجودة. برج الجوزاء كمان هيكون عندك في مشكلة قانونية، أو لو كان عندك مشكلة قانونية هتبدأ المشكلة القانونية دي للصلح، مش كمان للانتصار فقط، او مش انك تكسب فقط، لا، هو انت عندك انتصار وصلح كمان، فده موجود بصورة قوية. في عندك ارباح مادية هتحصل عليها، كان يمكن عندك وقعة مادية او عندك في هبوط شوية، ولكن عندك لا، الوضع المادي هتستريح او هيكون افضل او هيكون مستقر بعض الشيء، فده هيكون موجود. برج العقرب كمان برج الجوزاء كمان هيكون عندك شراء لاشياء كتيرة، هتشتري حاجات كتيرة، حاجات ليها علاقة بالمنزل، ببيتك، بحياتك، او حاجة تخصك جدا جدا، فيكون عندك مصاريف كتير، يمكن تكون بتغير ديكور منزلك او بتشتري اشياء مهمة للمنزل يعني، فده هيكون موجود كتير. برج الجوزاء هيكون عندك في خلال الوضع المهني جيد جدا، الوضع المادي هيتحسن كتير، الوضع الدراسي كمان هيكون عندك، لو هتظهر نتيجتك في الاسبوع الثالث فاستعد الخبر ايجابي جدا جدا، خاصة لو عندك النتيجة بتاعتك ليها احتمال ظهور ليوم السبت او يوم الاثنين، فيكون عندك نتيجة رائعة رائعة جدا، يمكن انت ما كنتش متوقعها كمان. يمكن كمان عندك مش الوضع الدراسي وبس، لا، ممكن لو انت كنت بتعاني من مشكلة صحية ومنتظر ان يكون في نتيجة، في بشرة، منتظر رد ايا كان، حتى لو وضع صحي او وضع عاطفي، او انك كنت مقدم على وظيفة او مقدم على سفرية او ان اوراق تخلص، هيكون عندك كتير جدا جدا من ان هيكون في فرصة للنجاح، فرصة لانك تكون في ازدهار لحياتك، في ان انت تبقى تسمع خبر مهم، بشرة ايجابية، فده كله موجود. برج الجوزاء الوضع العاطفي، الوضع العاطفي خلوني ابدا بس بالناس المنفصلين. الناس المنفصلين هيكون عندك اشخاص من اللي انت انفصلت عنهم قد ايه بيتمنوا الرجوع، قد ايه بيبصوا لك بصه افتخار شويه، قد ايه بيبصوا لك بصه اللي هو ندم، يعني اللي هو مش كنت اكمل، مش كنت اصبر، مش كنت يمكن اقدر اغير الاحوال يعني، فده هيكون موجود عند برج الجوزاء في نقطه الناس المنفصلين. في اشخاص كتير هتندم ان هي عايزه ترجع لكم، ويكون في محاولات كتير للرجوع بدخول اطراف، يعني كتير اللي هو هيتوسط لك، يعني هيكون واسطه، لو واسطه خير اللي هو يرجعكم لبعض. ولكن برج الجوزاء هيكون عندك قوه، هيكون عندك انك حاسس بقيمتك جدا، فانت عايز الشخص اللي قدامك يعتذر لك بكل المقاييس عشان تقدر ترجع. ولكن في جزئيه كبيره من رجل برج الجوزاء اللي هيكون عندك انك حابب جدا الرجوع. اما بالنسبة للناس اللي كان عندها طرف تالت في حياتها وقررت انك تبعد عن الطرف التالت وتكون مستقر او بتدور على الاستقرار، فهيكون عندك انك قافل الموضوع تماما. يمكن انت بتحن شوية للطرف التالت اللي كنت انت مرتبط بيها او كده يعني، فهيكون عندك شوية بنحن، بس في نفس الوقت بنرجع نستقوى تاني، لا، عشان الاستقرار والبيت والاولاد، خاصة الناس اللي عندهم اولاد كتير، انتوا بتحنوا لاولادكم اكتر، او عايزين تحافظوا على صورتكم قدام اولادكم اكتر، فده لبرج الجوزاء في الناس اللي هم كان في شوية طرف تالت وحاجات من دي. عامة تانية برج الجوزاء بالنسبة للناس بقى المرتبطين، هيكون عندنا تحسين في الوضع العاطفي بشكل رائع جدا، بشكل يغبل. ممكن يكون في بس بعض العصبية، يعني يكون عندك توتر شوية، عصبية، في حين ان انت لما يكون عندك انشغال قوي بالشغل، بالاعمال بتاعتك، بنجاحك، انك لان بتدور على هدف جدا، بتدور على طموحك انك عايز تحققها، انك بتحارب صورة ذهنية رسمها الاخرين عنك ان هي مش لطيفة، او بتحارب الناس اللي هم الحاقدين اللي بيحاولوا يدولك طاقة سلبية، فده انت عندك الحاجات دي بتخليك ان انت تقسو شوية على الحبيب او الشريك بان انت تكون عصبي اكتر. طبعا يهمني كتير اللي بيسمعني اللي هو مرتبط ببرج الجوزاء نراعي النقطة دي جدا. فهيكون عندنا في يعني في الاسبوع ده في بعض التوتر، العصبية، ولكن في حين اخر ان يكون عندنا ايجابية اكتر في تحسين في الوضع العاطفي، ان الحبيب هيدعمك كتير، خاصة لو مرتبط بالابراج اللي هي الهوائية اللي زيك، او الابراج النارية اللي ممكن يكون منهم مثلا برج الحمل، او من الابراج المائية اللي ممكن يكون منهم برج السرطان، فده هيكون موجود بصورة قوية. برج الجوزاء بالنسبة للناس اللي مش مرتبطين اقوى وقت للارتباط، اقوى فرصة للاعجاب، اقوى وقت للنظرات الرائعة،
اللي تحس ان انت في حد كده على طول بيراقبك، اللي هو انت في كتير معجب بيك، الشخص ده معجب بيك جدا جدا. هيكون في تطورات للقاءات عاطفيه، هيكون عندك علاقات صداقه تتحول لوضع عاطفي، او مناسبه اجتماعيه هيكون فيها تحويل الوضع لوضع عاطفي. فهيكون ده يعني فرصته كبيره جدا جدا خلال الاسبوع الثالث لبرج الجوزاء. برج الجوزاء انا شايفه ان هو اسبوع رائع جدا، اسبوع متميز كتير، اسبوع مليان بالايجابيه، يجب استغلاله بشكل قوي جدا جدا جدا. اما في الوضع الاجتماعي هيكون عندك شويه، او الوضع العائلي هيكون عندك شويه اختلافات عائليه، اختلافات في وجهات النظر، ممكن يكون حاسس ان في شخص بيتكبر عليك مازال، او شخص بيحاول ان هو يتنمر عليك برضو، ده موجود كتير. يعني شايفك انك بتحاول وبتقاوح، وبرضو شايف اللي هو يقولك مهما وصلت هتوصل لايه. لا، حط في دماغك ان ده ما ينرفزكش، ان ده ما يوجعكش. لا، حط في دماغك حاجه اللي احنا لسه قايلين عليها في الاول، انك تعند، اللي هو حط في دماغك انك تقول من جوه نفسك طب بكره نشوف انا هوصل لايه وانت هتكون ايه. عامه انا مش عايزه اطول عليكم يا برج الجوزاء، ولكن عايزاكم ان انتوا تكونوا قد ايه ايجابيين، قد ايه متميزين بالثقه في النفس، قد ايه تكونوا اقوياء في طموحكم واهدافكم ورسم طريق جديد ليكم، انكم تكونوا متفائلين جدا. تفائلوا بالخير تجدوه يا برج الجوزاء. بشكركم جدا، بحبكم جدا جدا جدا. ما تنسوش اللايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل الجرس. سلام.